من 6 سنين تقريبا ظهرت تجربة شابة اسمها القاهرة 24، تجربة اعتمدت على فكرة نشر التقارير اللي بتقدم أفكار عامة عن القضايا المهمة والأخبار والأحداث اللي الناس بتتابعها. بس مع مرور الوقت تحول الموقع من تجربة بيديرها عدد صحفيين بيتعدى على صوابع الإيد الواحدة لخلية نحل كبيرة. القاهرة 24 بتستغل كل أدوات العمل الصحفي، استغلت كل أدوات العمل الصحفي، ركزوا على متابعة الموضوعات اللي بتهم الناس، اللي بتهم السوشيال ميديا، وبقى في تبادل منفعة ما بين الموقع وترندات السوشيال ميديا، مفيش ترند بيعدي من غير تغطية، وأحيانا هم الموقع نفسه، مش أحيانا ده كتير، الموقع نفسه هو اللي بيصنع الترند وبيشتغل على ترندات هو قبل أي حد غيره. في خلطة وصل ليها موقع القاهرة 24 خلته ياخد خطوات واسعة مقارنة بغيره، خلته ينافس مؤسسات قديمة ومؤسسات عندها إمكانيات كبيرة جدا. مش بس كده، ده كمان بياخد جوائز وتقديرات واسعة، آخرها جائزة أفضل منصة إخبارية في الشرق الأوسط من نادي دبي للصحافة، وتبقى بقى وكالات الأنباء العالمية المهمة جدا زي مثلا أسوشيتد بريس بتنقل المحتوى اللي بيقدمه. اللي لفت نظري إنك لما تيجي تشوف سيل التهاني اللي نزل على موقع القاهرة 24 بعد ما خد الجائزة الأخيرة هتلاقيه ضامن كل أطياف المجتمع. تقريبا في شبه حالة إجماع على تقدير تجربة القاهرة 24، وده لو بيشاور على حاجة فهي إن الموقع قدر ينتشر ويتواجد بشكل مباشر بين الناس بمختلف توجهاتهم بمختلف اهتماماتهم. عن التجربة وسر نجاحها وربما أهم عيوبها وإيه اللي ناقصها، حواري النهاردة مع صاحب التجربة، العقل المدبر للتجربة، الشخص اللي أول ما تشوفه بتعرف أنه مختلف. هو مختلف من أول يوم أنا عرفته فيها، هو مختلف، هو في حتة لوحده. الكاتب الصحفي الشاب الأستاذ، هقول عليه الأستاذ لأن هو كان فعلا أستاذ في هذه التجربة، محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24. يا مساء الفل في هذا اللقاء الذي تأخر كثيرا. مساء الخير عليك يا انجي، ومساء الخير على كل المشاهدين. مبسوط ان انا هنا في مصر الجديدة، زي ما كنت بتقولي لقاء تأخر كثيرا، بس يعني ان تأتي متأخرا خير من لا تأتي. شكرا على المقدمة الجميلة دي، انا بعتبر نفسي يعني واحد من تيم البرنامج، انت عارفة يعني صداقتنا وشغلنا مع بعض، وبعتبر كمان ان انت وش السعادة علينا. انت الناس اللي ما تعرفوش يمكن ان انت اللي قدمتي حفلة اول حفلة القاهرة 24، وده شيء كان وش السعادة فعلا علينا من 4 سنين سبحان الله. يعني اول ما كلمتني انا على طول قلت لك انا جاي على طبعًا. طول ما فكرت. مبسوط ان انا معاكي ومبسوط ان انا في مصر الجديدة. الف الف مبروك على جائزة نادي دبي للصحافة وجوائز الإعلام العربي، افضل منصة إخبارية على مستوى العالم العربي. ده بيخليني اسال، هو وطبعا 8 مليون متابعه ورويترز واسوشيتد بريس وكالات الانباء العالميه بتاخد وبتعتمد على القاهره 24، دي حاجه كبيره جدا انه هذه المنصات الاخباريه المهمه جدا 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 تاخد مصدر اخباري القاهره 24 وتعتمد عليه. ايه هو سر الخلطه؟ لماذا نجحت القاهره 24؟ مش عايزه اقول يعني كلام كده مفزلكه او من نظريات، هقول لك الكلام البسيط اللي هي زي ما بيقولوا كده صعوبتها ببساطتها. احنا لما جينا نفكر في اطلاق الموقع، او انا تحديدا مع 2 من زمايلي في 2017 الاول لما كان بس تجريبي، كان وقتها في اشد الفترات التطرف في الاعلام المصري، اما مع جدا او ضد جدا، اما اعلام دولجي محسوب على الدولة بشكل يعني كامل ما بيتكلمش على اي سلبيات، او اعلام اخوان متطرف بينتقد كل الدولة وما بيشوفش اي ايجابيات. الوقت ده كان المشاهد او القارئ المصري البسيط او اي قارئ يفتقد لابسط اساسيات المهنة، ولا هي الخبر المعلومة. دايما حتى كنت بقول لهم ان احنا مش محتاجين نقول راينا، احنا يعني انشأ زرع قتل، يعني الموضوع مجرد بالفعل. مجرد تماما قول لي المعلومة. انت لو قدرت تقول لي المعلومه ببساطه وبتجرد وبسرعه انا مش عايز اكتر من كده. فوقتي كانت الناس كلها بتروح الى العمق والتقارير والقصه الكامله والحاجات دي كلها، which is good، بس كحاجه لاحقه.
انا كنت بدور على مين كورس في الاكل اللي هو الخبر المعلومه، مش هاخد لسه السلطه والشوربه. بالظبط، فانا بدور على المين كورس على طول. المين كورس ايه؟ المعلومه، ان في تغيير، في تعديل، في جريمه، في انفجار وقتها، في يعني طلاق، جواز، ايا كان، في اي فيلد، سواء فن، رياضه، اقتصاد، سياسه، حوادث، هو ده الاساس. وكمان الفكره كل ما تغرق في المحليه، مصر دوله كبيره ورائده في الاعلام ومهمه، كل ما العالم ينقل عنك، لان انت متميز في حته محدش بينافسك فيها، ومش هتقدر تنافس، لان كنا طبعا كنا اتنين وقتها او ثلاثه يعني. بدات بكام؟ بكام الفلوس؟ كانت كام؟ مفيش فلوس اصلا يعني. الفكره كلها كانت يعني، احكي لي البدايه. احكي لك البدايه كلها. انا كنت يعني كان عندي تجربه في مؤسسه كبيره حضرتك طبعا عارفاها واتكلمت عنها كتير، وخرجت بظروف ملابسات مش الطف حاجه، كلنا عارفينها برضو من المؤسسه دي. فكنت اخدت فتره انتقاليه محبط وعايز اعمل حاجه يعني خاصه بيا، شايف ان انا عندي ادوات وعندي داتا، وصعب ان انا ما بعرفش اعمل حاجه ثانيه غير الصحافه، يعني تكويني ان انا عايز اكون صحفي، ما عنديش اي موارد، ما عنديش اي افكار، ما عنديش اي خطط لاي حاجه، بس عندي فكره ان انا عايز اعمل حاجه اسمها القاهره 24. بجهود زمايلي واصحابي، حد كريدت كارد كده يحجز لي الدومين، حد يعمل لي التصميم، اتنين صحابي اتطوعوا ان هم يشتغلوا معايا بدون اجر، شخص ما يعني بوجه له كل التحيه يديني مكتب كده قد الفوتيه ده ياجره لي من غير فلوس عشان اطلع منه. كل الحاجات دي، عارفه انت التكاتف، الجو، الحاجات كده، الجهود الذاتيه متكاتفه. وطلعنا بالموقع وربنا اراد بعد فتره طبعا ان احنا حصل شويه دروبات حجب وعدم تقنين وبعدين تقنين، وانطلقنا في المساله. امتى بدات تشم نفسك تحس انه ايه ده الموضوع شكله هينجح؟ لا سبحان الله، صديقي الله صديقي، انا طبعا كنت باخد يعني مشاكل وخلافات مع مراتي، انه الدواء انتحار، احنا لا عندنا موارد وبناخد من فلوسي مدخرات اللي هي بتاعه اسرتي عشان اصرف على شغل في النو هاو، مش عارف انا بعمل ايه وماشي في المجهول ومش فاهم اي حاجه تقول ان انا ما فيش اي بس امل ان انت هتعمل يعني فارق او هتعمل حاجه تنجح. انا قلت لها هنتعامل مع الموضوع باعتباره بيزنس زي اي بيزنس. ست شهور حطيت له تصور فيزابيلتي ستادي، دراسه جدوى، لو في الست شهور دول ما بانش اي ملامح فيدباك تقول انه ده يعني بوتنشال ومشروع، يعني هوقف تماما واعمل يعني شيفت كارير واشوف اي حاجه تشتغل فيها. فطبعا طوال الست شهور بقى يعني تانيب، ها ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ في امل؟ بس الحمد لله ربنا كان كريم وكبير طبعا فوق خيالي، انه بدا مؤشرات من تاني شهر يمكن. المناخ كان صعب زي ما بقول لك، حاله تعاطف من الوسط الصحفي ومن زمايلي الحقيقه مش هقدر انساها، انه في شخص اتظلم هنا وبيعمل تجربه من لا شيء، فبالشير وبالدعم وبالاخبار. بعد شويه بدا بقى يجي لي فعلا ناس تكلمني، بتاع مين؟ طب احنا عايزين ناخد شير، طب عايزين نعلن، طب ما تيجي نتعاون في كذا. فشفت ان ده مؤشر كويس، مش محتاج يعني، ما عايز اقول لك انه مثلا بعد شهرين ثلاثه حاجه كده واشنطن بوست نقلت عندنا حاجه. موقع بقاله ثلاث شهور بيدوروا ثلاثه. عملت ايه يوميها؟ كان وقتها حادث الواحات وكان في قصه، كنا بنغطي وقتها طبعا، انت عارفه الناس كانت عندها شويه ربما معايير في النشر. احنا كان الوقت كان يقدر بمعلومات دقيقه طبعا وقتها، وكان عندنا الجراه، لان انت برضو لسه ما عندكش حسابات قوي، ما عندكش حاجه تخسرها خسران كل كده. حاجه بالظبط. وجزء من الخلطه كمان ان انت عشان تعمل كده لازم يبقى بتروح شويه الاكستريم يعني، فكنا بننشر معلومات حقيقيه واحنا الوحيدين كنا بننشرها الحقيقه. فواشنطن بوست واشنطن بوست نقلت عننا حاجات كتير وكتبت بالاسم حسب ما ذكر موقع القاهره 24 المصري كذا وكذا وكذا. وطبعا ده زي ما فادنا زي خلق تاني يوم بقى الناس تدور مين القاهره 24 ده، فلبسنا موقع بدون ترخيص وقتها يعني واتعمل لنا قضيه، بس الحمد لله قننا الوضع قدرت وده الحقيقه النجاح ده عمل ثقه كبيره فيكم من اطياف مختلفه زي ما كنت بقول. يعني لو هبدا مثلا من الانفراد اللي انتوا عملتوه امبارح، ثقه من الفنانين يعني علاقه قويه بتربط موقع القاهره 24 بشيرين عبد الوهاب، وامبارح بعد ما خلصت شغل لقيتكم منفردين بخبر خطوبه شيرين. هل فعلا شيرين اتخطبت؟ يعني احنا متعودين انه زي ما انا كنت حضرتك بتقولي انه بسبب الثقه دي ما نضيعهاش عشان خاطر يعني فرقعه او عشان خاطر خبر مش متاكدين منه، وده جزء من ثقه المصادر فينا سواء بقى فن او غيره.
شيرين اعلنت من خلالنا ويعني برساله موثقه انها خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني. والحقيقه والمفاجاه بالنسبه لي ان حسام حبيبي وهو صديق عزيز برضو بعت، كان اول بعت لك واحد بعد شويه صغيرين كان بيبارك وبيهني، وانه كمان يعني خطيبها شاف التهنئه وشكره، انه شاف ان دي حاجه حركه نبيله يعني وحاجه كويسه جدا. وان شاء الله يعني يعيشوا قصه حب يعني شيرين وخطيبها الجديد، وان شاء الله نفرح بيهم قريب يعني. هل ممكن تكون شيرين بتحاول تقول الخبر ده لاي سبب تاني وتكون ما اتخطبتش؟ هل في ده ممكن يكون وارد؟ يعني كل شيء وارد طبعا بنسب مختلفه، بس اظن انهم يعني ما فيش حد مضطر انه يكذب او يعني يستخدم حياته الشخصيه قوي كده، خصوصا ان شيرين مش شخصيه عاديه، مش محتاجه فرقعه يعني. شيرين ميجا ستار، شخص كبير ومهم ومؤثر، وطول الوقت هي موجوده بشغلها وباخبارها وبتفاصيلها، ومش محتاجه تبقى ترند يعني، هي طول الوقت ترند. فما اظنش ان هي تلجا الى الاساليب اللي هي احنا بنشوفها مش لطيفه دي، زي اللي بيعملوها ربما ناس يعني لسه في طريق وبدايه الشهره. ده تصور يعني، لكن طبعا في النهايه كل شيء ربما جاهز، الايام هتكشف كمان الحقيقه بعد شويه. هنشوف. مين صوت مصر من رايك، شيرين ولا انغام ولا امال ماهر؟ سؤال صعب جدا، بس عندي كده اجابه دايما بقولها، انه في الاخر مصر دي كل حد فيهم من النجوم يقدر يبقى ويستحق يكون صوت مصر. أنغام بتاريخها وبتركيزها الشديد، شيرين بجدعنتها وإنها بتعبر عن الست المصرية وبالخلطة بتاعتها اللي أنت ما تقدرش رغم كل اللي بتعمله لازم تحبها وتقف معاها وتتعاطف معاها، أمال اللي بتختفي وترجع كل شوية. صوت مصر مش هيكر على حد، زي ما قالت شيرين بمناسبة في حوارها معايا، الحوار الأول والأخير، إنه يعني طبعا هي بتقول إن هي أحق وان هي اول واحده اطلق عليها هذا اللقب، لكن شايفه ان كل الناس من حقها تبقى شيء. وبالمناسبه شيرين برضو قالت في حوارها معايا ان هي هنت انغام في حفله صوت مصر اللي كانت معموله في السعوديه وباركت لها، وان هي بتشوف انه يعني من النوع ما فيش تنافس، بالعكس كلنا بنتكامل وكلنا في الاخر بنمثل مصر يعني. عمرو دياب صديق ليك، وشفناه مؤخرا في فيديو انت معاه وبيقول لك يا مملوك ظبطني يا مملوك، اهو في الفيديو اهو نسمع. طلعني كويس يا عمرو، طلعني بتنزلوا حاجات كتير، طلعني كويس يا مملوك. بعد صفعه عمرو دياب هتعرف تطلعه كويس يا مملوك؟ خليني بس احكي لك ملابسات الفيديو ده عشان دلوقتي بقى يتداول تاني. وفي الناس فاكره انه بعد الصفعه يعني. ده كان اسابيع قليله، فرح ريم سامي، اخت محمد سامي، والهضبه يعني علاقتي بيه لطيفه جدا، وطبعا يعني الهضبه ميجا ستار مصر يعني كلها شافني فشاورنا البعض يعني، وكنا بناخد صوره، واتفاجئت بقى انه طلعني كويس وتنشرش لاصحابنا، كنا قاعدين يعني شله صحاب وهو عارفهم والاخبار وكده. عمرو في الاخر الحقيقه رغم كل شيء بيحترم الصحافة، بيحترم الإعلام، فاهم دورها كويس، وإن كان ما بيتكلمش كتير وما بيخرجش في أحاديث صحفية ولا إعلامية كتير، بس هو عارف دور الإعلام وعارف دور الصحافة كويس والميديا كويس. بعد الصفعة، موقف الصفعة هجيلك القصة والأزمة الأخيرة يعني. طبعا موقف صعب ومحبش أنه يحصل، وأيا كان مفيش أي مبرر أنه حد يعني يتدرب بالألم، بس الحقيقه انه في اسباب كتير ربما اتقالت او محدش يعني وضحها بشكل مرتب. سعد بالمناسبه اللي هو بلدياتي يعني من المركز، والله اسنا الاقصر، بكلمه وشفته قابلته اول امبارح، حالته النفسيه وحشه فعلا. طبعا حالته النفسيه وحشه، لانه في الاخر يعني الناس كلها عرفت انه او شافت انه ضرب بالقلم، وتشز يعني قال لك حاجه، إيه سعد؟ حاجه صعبه قوي يعني. سعد بس الاول قبل ما اقول حالته النفسيه، سعد غلط في جزء
طبعا احنا مش بنبرر ايا كان الضرب، ده شيء مفروغ منه بس عشان محدش يعني يفتكر ان ده تبرير او شيء. ساعد من الويترز اللي بنسميهم كاجوال، كاجوال دول بيبقوا باليوميه بيتم الاستعانه بيهم من الخارج لمجرد الفرح وقتها، ده طبعا فرح انت عارفاه كويس، فرح شهير. مش عايزين بس نقوله عشان الفرح بقى مرتبط بالواقع. هو كان شغال ويتر في الفرح ده من الخارج. ويتر باليوميه في القصه ما دخلش يعني الفرح هو مش معزوم. لا لا لا, لا هو مش معزوم وما تسللش عشان بس يعني الناس تبقى فاهمه. هو شغال ويتر في الفرح بس ويتر مش من الكاست الاساسي للاوتيل. باليوميه بيتم استعانه بيهم من شركات من الخارج، بنجيبهم بياخدوا مبلغ يوميا وخلاص وبيتسجل وتمام عشان ما تسللش انه كان فرح مهم جدا، كان في شخصيات كبيره يعني منهم رئيس الوزراء كان موجود، فامان كان على مستوى. وهو كل الحكايه ان هو بدل ما يقوم بالسيرفيس يعني في وقت في الاخر كده خالص راح قلع النيم تاج اللي هو اللي بيأكد ان هو راجل يعني شغال سيرفيس، وبدا يتعامل كانه معزوم وواحد من افراد الفرح ويطلع على الستيج ويتصور مع كل النجوم. احيانا مش محمد مش عمرو دياب بس، كان محمد رمضان، كان محمد رمضان وكان هاله صدقي وكذا حد تاني. وده كان برضو موثق بالكاميرات وبالفيديوز. عمرو تركيبته يعني شويه ممكن الناس تشوفه عصبي بحكم طبعا برضو الضغط والسن، كان واقف بيغني ومندمج بيغني ثلاث ساعات والدنيا صعبه وحواليه ناس كتير. هو حاول في الاول ان هو يتصور معاه، بعدين يعني زقه شويه، بعدين مسكه من جنبه، بعدين حصل اللي حصل. زي ما بقول انه ده ما مش مبرر للضرب طبعا. كلمت عمرو دياب بعدها؟ كلمت عمرو دياب بعدها بس ما كملش الموضوع، اتكلمنا في حاجات تانية يعني. كان كان عامل ازاي؟ كان عصبي؟ كان كويس؟ لا عمرو في اليوم الاولاني الحقيقه يعني يعني مكتبه كان بيدور على الولد وحب يرضيه، مش بس عمرو واصحاب عمرو واهل الفرح، الناس اللي كانوا موجودين في الفرح كلهم حاولوا في اول يوم، وانا كنت موجود وشاهد ده بنفسي في الاوتيل، بندور على سعد ده عشان يعني محدش يقبل اللي حصل له، كنا عايزين نحتوي نصالحه ونرضيه ونصالحه ونرد له اعتباره. الحقيقه انه فضل مختفي كتير جدا، مختفي يمكن من الساعه 8 الصبح لحد بالليل، لحد 9 بالليل بندور عليه وبنبعت له رسائل وبنوصل له، وصلنا لاهله ما فيش اي يعني رد او تفاعل. في الاخر خالص طبعا اضطر هو الاجراء اتخذ الاجراءات القانونيه، وعمرو دياب كمان عمل، بس هو عمرو دياب اللي بدا بالاجراءات القانونيه الاول مش كده؟ عمرو دياب عمل محضر والشاب عمل محضر. فبقى محضر يعني قصاد محضر، الاثنين نزلوا النيابه. بس المحامين قالوا ده عمرو دياب ما يعمل محضر ده كده استعراض لقوته. لا انا بشوف انه عمرو هو حب الاول يلجا للطرق الوديه طبعا، يعني بقول الكلام ده مش عشان يعني هو زعلان انه حصل كده ومتضايق يعني، وكان ده عايز ده تصوري او فهمي انا كصحفي للموضوع. ما عنديش طبعا يعني ما شفتش عمرو ما حكاليش يعني، وما اقدرش اتكلم بلسانه. ان هو فضل 8 ساعات يدور عليه عشان يحل بالطرق الوديه ويحتوي الامر. لما حس ان الشخص اللي قدامه مش حابب، ووصل لنا عن طريق اهله واسرته ان هم مكملين في الاجراءات القانونيه ومكملين في كذا وكذا، هو شايف ان هو عنده حق انه تم انتهاك خصوصيته وتم التعدي عليه، وحرر محضر بده ومحاميه حرر محضر بده. هم طالبين دلوقتي مليار جنيه من عمرو دياب، وراحوا دفعوا النهارده مليون جنيه. لا لا ده مش حقيقي بمناسبه الاخبار المنشوره يعني، ربما اسيء فهمها. كان معايا واحد من المحامين من شويه وقال لي كده. دول انا بسميهم محامين اللي يعني شهره مدعين بالحق المدني مش طرف في القضيه، دول نصبوا نفسهم ان هم متضررين او متحدثين واصابهم ضرر من القصه. بس هو قال لي النهارده الراجل قال لي ان هو اتكلم مع باباه وباباه اللي وكله. لا لا مش حقيقي خالص، وما عندوش توكيل منه. وده راجل كان معدي في المحكمه راح رفع دعوه تعويض باعتبار ان دفعوا مليون جنيه. لا ده ايه؟ دفعوا مليون جنيه. لا طلبوا مليار. طلبوا مليار تعويض، فعشان يطلبوا مليار لازم يدفعوا مليون. لا ما دفعوش مليون. ما دفعوش. لا ما دفعوش خالص، وعملوا الاجراء ده. وطبعا يعني كان همهم اكتر يتكلموا مع الصحافه والاعلام عشان يعني هم فعلا اتكلموا معانا القضيه دي يعني بالنسبه لهم ترند. لكن هو ما فيش فيها اي اجراء قانوني وما لهمش صفه، ده تفسير يعني القضائي او الفهمي للموضوع. وما لهمش صفه، هم شافوا ان هم كصعيده وقع عليهم يعني ضرر باعتبار انه اساء للصعيد اللي وقع او شيء. رايي ان الموضوع قدام القضاء، وفي الاخر يعني الموضوع رايي في سبيله الى الانتهاء مع الوقت، انه يعني كنت عارفه كل حاجه بتطلع
في الاخر بتنتهي، مفيش اي يعني اجراءات لصلح او صح لما اثير. اصل امبارح طارق الشناوي كان قال انه ربما حقيقي. يكون في صلح، لا مش حقيقي، كان مطروح من اول يوم بس انتهى مع الوقت. زي ما الفنانين بيثقوا فيك، لقينا كبار رجال الاعمال في الوطن العربي بيثقوا في محمود المملوك. العبار والحبتور شخصيتين مهمين، اتنين من اهم رجال الاعمال في العالم العربي، التقيت بيهم وعملت دور المذيع وانا متغاظه منك اتخانق معاك بس عملت حلم. وكان لقاءين مهمين. اولا انا عارفه ان دول اتنين من اهم رجال اعمال العالم العربي بالتحديد في الامارات في دبي، شخصيتين ناجحين ولكن شخصيتين مختلفين جدا. ايه الاختلاف بين الحبتور وبين العبار؟ طيب انا بس علاقتي اقوى بابو راشد سيد محمد العبار، يعني اخويا الكبير وصديقي العزيز يعني انجاز التعبير، التقينا كتير، اعرفه من 4 سنين وسافرت معاه في كذا مكان شفتك. يعني عملنا اكتر من حوار واتقابلنا في اكتر من مناسبه وبنتكلم باستمرار. الحقيقه الحظ ما صدنيش غير ان اقابل سيد خلف الحبتور غير مره واحده بس، وكان حوار يعني دعاني هو في مكتبه في دبي، التقينا على هامش برضه السنه اللي فاتت منتدى دبي للاعلام. كان عنده مشاريع في مصر واستثمارات في مصر ورغبه لنقل شغله، وبيتكلم طبعا عن مصر بمحبه شديده جدا، والحقيقه ان كل الاخوه في الامارات يعني تربطهم بمصر قصه عشق كبيره. يعني الحوار كان متطرق زي ما بقول لك الاوضاع السياسيه والاقتصاديه في الساحه، وكان راجل لطيف جدا واهداني بعد الجلسه كتابه واتكلمنا كتير واتفقنا لما يجي مصر يعني نلتقي، بس ما شاءتش الظروف. شخص هو يعني عملي وطول الوقت حريص انه واضح في شغله ورغبته في الاستثمار في مصر، على عكس السيد محمد العبار. السيد محمد العبار يعني بحكم ان هو عايش في مصر وعنده استثمارات من 2007 يمكن تقريبا في اعمار او اقل، يعني اكتر كمان من 2007 داخل في 20 سنه اهو، فهو بقى يعني مصري اكتر من المصريين، وبقى عنده مشاريع كتير وعنده مجالات مختلفه كتير، فبقى فاهم المصريين اكتر ربما من. وشفنا صورتك الشهيره مع محمد بن زايد شخصيا. ايه الحكايه ورا الصوره دي؟ ما في يعني بمناسبه الشيخ محمد، احنا كان السنه اللي فاتت في الصيف اللي فات كنا في العالمين في الساحل، والحقيقه انه من كتر الحب لسه كنت بحكي لك عن الاماراتيين وعشقهم طبعا الشيخ زايد الله يرحمه كان موصي على مصر، فهم الشيخ محمد بيجي العالمين للسنه الثالثه على التوالي، يعني راجل بيسيب العالم كله بيسيب اوروبا وبيجي يصيف في الساحل في مصر وشايفه حاجه كبيره جدا، ومن كتر يعني الامن والامان والاطمئنان في مصر بيمشي من غير حراسه. فيعني شاءت الظروف وحظي يعني قضني ان انا كنت موجود في الاوتيل وهو كان بيتمشى يعني كده، وقابلته وسلمت عليه وعرفته بنفسي وبتابع الموقع واتكلمت قلت له يعني المصريين بيحبوك وانا بحب مصر، حصل حوار يعني ودي في ثواني. طبعا تقدير واحترام للشيخ محمد بن زايد. فيعني وفجاه الناس كلها اتلمت والمصريين كلهم اتلموا وصارت بقى الصور فايرال في الامارات وفي المنطقه كلها الحمد لله. يعني عايز ارجع لرجال الاعمال، علاقتك باحمد ابو هشيمة، كل ما اشوف لك بوست الاقي احمد ابو هشيمة عامل لك لايك. ايه الموضوع؟ كل بوست المحمود المملوك احمد ابو هشيمة عامل لايك على الانستجرام. احمد اعرفه من يمكن 2010. انا كنت بشتغل في اليوم السابع وهو طبعا يعني رجل الاعمال الشهير وصديق العزيز. بعد كده شاءت الظروف والاقدار ان هو بقى احد ملاك الجورنال اللي كنت بشتغل فيه، وعلاقتنا كويسه وهو يعني شخص ديسنت ولطيف وقمه في التواضع وما بيبخلش باي نصيحه واي تقدير، وراجل يعني طول الوقت كده حريص انه ينصحك ويتكلم معاك. ده دعم اساسي ليك، لايك 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 كل يوم، لدرجه ناس حسدتك وكتبت على الفيسبوك عندك كل الناس استطيع ان ارضيهم الا حاسد النعمه فانه لا يرضيه الا زوالها معاويه ابن ابي سفيان. مين اللي بيحسدك يا مملوك؟ يعني كل شويه يحصل لك حاجات انا عارف. حاجات كتير يعني بس الحمد لله. مين يعني اللي بيحسدك؟
مش عارف والله، نفسي اعرف. حسدوني وباين فانيهم. بوست تاني بقى توقفت عنده جدا جدا، كتبت فيه ايه؟ اول درس في كتاب المواقف، لما تاخد موقف تبقى عارف ثمنه كويس وتدفعه وانت راضي وساكت، ما ترجعش تعيط او تقول ده حصل لي كذا وكذا وتأذيت بسببه. هي دي قواعد المواقف يا معلم من قديم الازل، بس ما حدش بيركز، كله بيجري على اللقطه وبينسوا يذاكروا تبعاتها. مين اللي ما بيذاكرش تبعات اللقطه؟ كنت بقول بمناسبه موقف، يعني انه الناس بتاخد موقف ومش مدركه تبعاته. بمعنى مين اللي خد موقف ومش مدرك تبعاته وانت كتبت عنه؟ لا كتير، مش عايز اقول اسماء يعني، بس حد ينفع تقول شخصيات عامه يعني. شفنا الازمه الشهيره بتاعت القصه الفلسطينيه بتاعت دعم غزه، وناس مش عايزه تروح تمثل وناس بتمثل. مش اي مشكله تاخد موقف انت عايزه، بس وانت بتاخد موقف عارف انه ده هيحصل كذا كذا. ما ينفعش اخد موقف مثلا واقول انا مش هروح امثل وصعبان عليا فلسطين وحاجه عظيمه جدا، ارجع اصل هم مش مشغليني، اصل هم وقفوا عليا، اصل انا ما روحتش، اصلي يعني حصل كذا. بيومي فؤاد واحمد ومحمد سلام، مش عايز اقول اسماء في اختلاف الواقعين، بس كل واحد خد موقف لازم هو بياخده يفكر انه يدفع ثمن تبعاته كويس جدا ما يشتكيش منه، وما ياخدهوش في صمت. انت قلت الجهابزه اللي بتطلب من الناس تاخد مواقف في صمت عشان ما تحرجش زمايلها، انت عبيط يا حبيبي. بالظبط، ما هي المواقف يا ابني ده الغرض منها انها تحرج الباقي وتعلم عليه وتشاور على انه لا مؤاخذه، فالباقي يخاف ويبطل يعمل زيه، واللي كان متردد يحسم موقفه ويتشجع فيلحق يبقى ينتصر. امال الناس هتعرف الصح من الغلط ازاي يا برنس لو مش بالمواقف؟ هيضربوا الودع مثلا. صح. بمناسبه مثلا كنت بتكلم في النقطه دي، انه الناس مثلا بتاخد موقف وتمشي مثلا من مؤسسه اللي ربما للتضامن مع زمايلها، ما ينفعش بقى ما اقولش ان انا مشيت احتجاجا على، مفيش موقف في صمت، لازم اقول احتجاجا على ما يتعرض له صحابي في كذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان اعرف الناس ان انا اخدت موقف، وعشان اللي مش واخد موقف ياخد زي، وعشان الحق يبقى صوته عالي وموقفه واضح فالناس تخاف من الباطل. اوكي، صح ولا غلط؟ الصحفي اللي يقفل بابه على نفسه مصيره الفشل. طبعا مليون في المية. صح ولا غلط؟ انا ضد الحملات ضد اللاجئين في مصر على السوشيال ميديا. حملات لا، بس في موقف رسمي من الدولة انه اللاجئين عبء على الدولة المصرية، ولابد من اعادة النظر في مسألة رسومهم، اللي في جزء منهم مخالف وفي جزء منهم غير مقنن وضعه، فطبعا مع الدولة المصرية في هذا الامر. لكن حملات ممنهجة ضد فئة معينة لا. ليه؟ صح ولا غلط؟ في ناس كتير بتحقد عليا وعلى نجاحي. مليون في المية طبعا. صح، مليون في المية طبعا. مين اللي بيحقد عليك؟ مين اللي كل ذي نعمة محسودة يا أستاذ؟ يعني وبعدين أصلا أنت مرة كتبت إيه؟ كل مرة أندم فيها على فعل معروف يبعث لي الله مخرجا من عثرة فيجعلني أعود الحمد لله. هذه حقيقة. أكتر الناس اللي بيحسدوك اللي عملت معاهم معروف؟ مش شرط، مش أكتر ناس، بس وأنت أكيد مريتي بالمواقف دي طبعا. ممكن تبقى في ناس أنت ساعدتيها وأول ناس بيضربوا في ظهرك، بيعضوا. أنا اتبهدلت من المواقف دي. بيعضوا الإيد يتمددوا. فترجعي كده الشيطان يصور لك في ثانية، وأنا مش هعمل خير تاني، هبطل أساعد الناس. بس ربنا يبعت لك حاجة أنت تكوني شاكة إنها تتحل، شاكة إن أنت هتخرجي منها، فكأنه بيقول لك لأ، اللي بتعمليه ده هنا باليمين بيترد بالشمال. فبدات يعني اعمل وما احسبهاش خلاص يعني. مهنه الصحافه هي مهنه البحث عن المتاعب، المخاطر المحفوفه بمهنه الصحافه مخاطر بتبقى كبيره جدا، وخصوصا لو الصحافه بتعتمد على السبق وعلى الخبر الصحيح بسرعه. ايه اكبر حاجه صعبه حصلت لحد من افراد موقع القاهره 24؟ لا كتير، احنا كان عندي تجربه كانت خلتني اعيد النظر في المساله كلها. عندي زميل اتحبس، واتحبس في قضية يعني كان هيلبس تهمة نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة وحاجات كده. الحقيقة كان طبعا مش حقيقي، والدنيا بدأت تسود في عينيا، إن هو أنا جزء من نجاحي إن أحافظ على التيم بتاعي. وإنه مهما كان الأخبار أو النجاح لا يمكن تؤثر على سلامة الأفراد شخصيا، والمهنة تنتهي حين تبدأ الخطر الحقيقي على الصحفي. فلما حسيت ان هو نزل في تغطيه كان حادثه كبيره واتمسك وانه اتحبس، اسرته يعني واهله ما صوتهم ما عرفش انام. تاني يوم انا فاكر رحت له وكان في البحيره، سافرت مخصوص عشان يعني يخرج، والحمد لله ربنا كرمه النيابه خرجته الحمد لله. فده كان خطوه مفصليه وتاريخ، انا فاكر انه كان بيهدد المشروع كله، انه لا يا جماعه خلاص احنا هنعمل هولد ونقف يعني. اخر سؤال، محمود المملوك اهلاوي ولا زملكاوي؟
ولا زمحلكاوي؟ لا لا بصي، هو يعني انا مش كروي، مش رياضي قوي يعني، بس بشوف الانسان بيولد بالفطره طبيعي اهلاوي يعني، البلت ان كده لازم يبقى اهلاوي. البديهي يعني. مع كامل الاحترام بقى، احنا في قناه زملكاويه بس يعني هنعمل ايه؟ ما تزعلش بقى هاني. انت كده بتخبط في الحاله. لا لا هاني هيستوعب، عنده روح رياضيه جميله. جدا. طب كلمه اخيره تقولها لمراتك داعمه المسيره وداعمه الفكره، واحيانا قطمتك بس هي دايما كانت بتساندك، واللي تحملت صعاب كتيره لغايه ما طلعت الفكره للنور ولغايه ما نجحت الفكره. طبعا انا زي اي شخص يمكن اكتر انا مقصر في بيتي. امبارح بنتي كان عندها حفله في المدرسه، وطول الوقت ماسك الموبايل ومشغول. في اي اجازه انا ما بعرفش استمتع معاهم بسبب الشغل وملاحقه الاخبار، لان الدقيقه بتفرق. فيعني انا بقول لها شكرا ان انت كل سبب النجاح اللي انا فيه. والحقيقه مش كلام كليشيه يعني، بس حقيقي هي في حاجات لولا رايها، وده لو الناس كتير ما تعرفوش، ما كنتش خدت مسارات ناجحه، ما كنتش خدت الجائزه دي بتاعت افضل منصه في الشرق الاوسط. هي اللي قالت لي اقدم، فضلت 3 سنين ورايا اقدم، تجبرني ان انا اقدم فيها. فبقول لها شكرا، ومقصر كتير في حقك وفي حق كارما بنتي، بس يعني اخر هديه جبتها لها امتى وايه وحاجات كده؟ والله بمناسبه يعني الجائزه دي المفروض ليها هديه يعني، وعماله طب يلا هديه بقى، وعماله اطنش واعمل سكيب وبتاع وكده، فلا شكلي هتورط. هنختار بقى مع بعض الهديه دي. لازم لازم. هل لديك اقوال اخرى؟ يعني اتمنى ان اكون يعني حققت جزء من النجاح اللي انا عايزه. من 4 سنين كنت بقول ان نفسي ابقى رقم 1 في مصر الشرق الاوسط، الحمد لله ربنا كرمني بسرعه اكتر مما اتخيل. عندي لسه خطوات اكتر واكتر. الناس يعني لو في اي حاجه اخطانا فيها تسامحنا، ولا تتردد انها تصوب اخطانا. انا طول الوقت بقول اللي يعرفني وعايز يصحح غلط انا جاهز. بشكر كل القاهره 24، كل التيم، لانه لولا كل فرد فرد ما كناش بقينا كده. محمود المملوك اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا بجد في مصر جديده. اتشرف لي يا نور. ليه؟ ميرسي. اشكركم شكرا جزيلا، هتوحشوني. احنا اجازه في العيد طبعا، ان شاء الله هنلقاكم يوم الاحد اول يوم بقى بعد العيد. هي اجازه بس مش اجازه يعني، اجازه بس اكيد هنعد العده ان احنا نطلع بافكار وحلقات مهمه ان شاء الله بعد العيد. انتظرونا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب.